ونعرف جميعا على أن رياضة المشي يتحدث عنها الخبراء وأيضا الأطباء، وعلى أنها مهمة وضرورية. وفي الثقافة الاجتماعية حول العالم هناك العديد من المبادرات من حين إلى آخر بعناوين براقة لنمشي، لنجعل من مدننا مدن للمشي، شعارات نرفعها من حين إلى آخر من أجل تشجيع على ثقافة المشي. فيعني خلال هل هي مثلا تنشط هذه الثقافة وتحضر بكثافة في مجتمعنا خلال الشهر الكريم؟ الذي ألاحظه وأعينه في المجتمع ديالنا أننا حقيقة معينة وأننا عندنا بزاف شوية معجازين عندنا كان إيفيتيو شوية المشي. كنلاحظ أن الرياضة كتفاقم الأداء ديالها في رمضان لأن كاين واحد الفراغ ما بين الساعة الرابعة والسابعة إلا خمس دقائق إلا ربع، ذاك الوقت كيكون عندنا فارغ. الناس بزاف كتعود دير الرياضة وهذا خطأ في رمضان، أنك تبدأ الرياضة في رمضان وما كديرهاش العام كامل. ولكن الشائع أيضا يعني إذا مشيت على الكورنيش أو إذا كنت في مدينة طبعا شاطئية أنت على الكورنيش، الكورنيش مزدحم بمن يتمشون. إذا كنت أيضا في الغابة وفي الفضاءات الخضراء في مدننا الكبرى في ناس يتمشون. صحيح جدا، ولكن واش المشي غنديرو حنا غير الا كنت في الكورنيش ولا غيكون معطى ديال الحياه اليوميه؟ انا اللي كنفضل ان تعود في الحياه ديال كاين الحركه، ماشي حتى تمشي للكورنيش ماشي حتى تمشي للغابه عاد كنحرك الجسم ديالي، لان الجسم ديالي راه تخلق باش يتحرك. هاد الخلقه ديال الله سبحانه وتعالى خلقنا الجسم للحركه وليس للجلوس. ماشي حتى نمشي انا بغيت يعود النهار ديالي كله كيدور على الحركه، كنحرك الجسم ديالي. لان كما كتعرف يا فرحانه عندنا واحد المدخل اللي هو القلب كيضخ الدم، ولكن عندنا واحد السائل اللمفاوي اللي هو في الجسم ديالنا اللي ما عندوش مدخه، وهذاك السائل اللمفاوي شنو خصو؟ الليكيد لامفاتيك، خصو لا مارش ولا خصو لاكتيفيتي فيزيك او سبورتيف. هاد لاكتيفيتي كتخليك ان هذاك اللمف يسيركول. داكشي علاش انا كنقول ماشي نتسنى نكون حدا البحر ولا نكون في الغابه عاد نمشي ندير لا مارش ديالي، الحياه اليوميه ديالي يكون فيها لا مارش. ومنظمه الصحه العالميه كتقول لنا ما بين 7000 و10000 خطوه في النهار باش تبقى بصحه جيده. صحيح 7000 خطوه ماشي بزاف، واحد 40 دقيقه ديال لا مارش.